شرع للإنسان في نهاية رمضان أن يخرج زكاة الفطر للفقراء والمساكين حتى يحصل نوع من المساواة خاصة يوم العيد، ولكن زكاة الفطر تعود الناس أو قيل لهم بأنه عليهم إخراجها صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر كما كان الأمر سابقا. اليوم الصاع من البر والصاع من الشعير والصاع من التمر لا يحتاجه ذلك الفقير ولا ذلك المسكين، ولذلك الأولى في نظري زكاة الفطر الأولى أن تخرج نقدا ما بين 10 دراهم إلى 15 درهم بالنسبة للفرد، لأنها أنفع للمسكين، ولو سألت ذلك المسكين لقال لك أنا بالنسبة لي أن تدفعها نقدا. ويمكن للإنسان أن يخرجها يوما أو يومين أو حتى 3 أيام قبل العيد، ولكن على أن يكون ذلك قبل صلاة العيد حتى يستطيع ذلك الفقير أو المسكين أن ينتفع من هذه الصدقة.